على ما توقفش، ضربت لك إشارة على ما توقفش. بك صاحبي وين كنت داهم؟ تعمل معك فرش منه زين. بعد القيام بعمليات مداهمة وتفتيشات مبرمجة لأوكار وأماكن محتمل لوجود فيها الجريمة، تم حجز كمية من المشروبات الكحولية كانت منقولة وموجهة لمجموعة من المروجين، كذا أيضا تم توقيف سيارة تحمل كمية من المشروبات الكحولية. بالمناسبة أيضا تم القبض على أشخاص مطلوبين لاشتباههم في القيام بأعمال متاجرة بالمخدرات والمشروبات الكحولية. أسفرت هذه العمليات عن حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية، إضافة إلى ضبط كميات كذلك من المخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز أسلحة بيضاء مختلفة، إضافة إلى توقيف أشخاص مطلوبين للعدالة في عمليات مختلفة بكافة إقليم ولاية عين دفلة.